هاي، رح نحكي اليوم عن واحدة من أصعب القصص اللي بتقطع فيهم البنت اللبنانية والعربية وقتها تكون سنجل أو مش مرتبطة، وكل العالم عم تسألها ليه بعد ما لقيتي حدا وليه أنت سنجل. ما في شك إنه هالمشكلة بتصير شوي أصعب برمضان، ورح قلكن ليش. أول شي وقت تكوني مش مرتبطة يعني ما عندك حدا عم بيعبي لك كل نهارك ويضيع لك وقتك، ما هيك؟ تاني شي رمضان يعني إفطار كل يوم، يعني جمعة عائلة كل يوم، نهار خالتك، نهار عمتك، نهار أمك عم بيسألوك ليه بعدك سنجل؟ ليه ما لقيتي حدا؟ ما ليك أختك الأصغر منك لقيت عريس، وعريس أختك بيكون ولا بيشتغل وحالته عقده، بس ما بتقولي لهم شي. ثالث شيء الشباب المغتربين او القاعدين بعيد عن اهلهم بيجوا عند اهلهم برمضان وبالفطر، يعني الاميات رح يتحمسوا انه يلاقوا عروس المستقبل لابنهم. شو يعني؟ يعني توقعي 100 تليفون لعندك على البيت عم بيسال اذا عندكم عروس. رابع شيء كل افطار هو مشروع انك تتعرفي على عريس المستقبل، والاضرب من هيك انه كثير معقول عريس المستقبل يكون قاعد حدك لانه صاحبتك جرب تدبر لك هذا اللقاء. وخامس شيء اللي هو بعد أضرب إنه وقتها يكون قاعد حدك عريس المستقبل ما فيكي بعد صيام كل النهار تبلشي تاكلي كتير بسرعة، بالعكس لازم تشربي مي وتاكلي لقمة لقمة وتحتسيه لأن أنت كتير مرتبة ومنك فجعانة أبدا. وآخر شيء اللي هو الأهم إنه الأهل وخاصة الأميات بيصيروا كتير أصحاب مشاعر بهالفترة، وبيصيروا يسألوا الأسئلة تبع ما بدك تتجوزي وما بدك تجيبي لي أحفاد وبدك موت أنا هيك وأنت منك مجوزة، وبلش أنت تحسي بالذنب. أنا بلوم المسلسلات اللي عم تقطع برمضان. على كل حال ما تعتلي هم، رمضان كله 30 يوم ورح نرجع بس برات رمضان. ما تنسوا تعطوني رأيكم، تعملوا سبسكرايب لقناة دنيا تي وتعملوا لي فولو على فيسبوك، انستغرام وتويتر. باي.